صباحكم صباح الورد. اهلا وسهلا فيكي فاتن، يسعد صباحك مره ثانيه. بالبدايه عمليه الاقناع ما انا عمليه سهله ابدا، أكيد. بتتطلب مجهود من الشخص يلي بده يوصل فكره، او خاصه اذا كان الشخص يلي مقابله خلينا نقول شوي هيك ما دغري بيتقبل الافكار بطريقه مرنه او سلسه. لاي حد الاقناع بده مهاره واسلوب. أول شيء كلمة الإقناع هي تعتبر هي من مهارات التواصل مع الآخرين، يعني هي بمعنى الإقناع كيف أنا بدي أقنعك، هي استمالة تفكيرك بشيء بجاري تفكيري إلي، فأنا هون معناته بقدر أوصل لهدفي، هدف معين أنا حاطة ببالي بدي أوصل منه للنهاية. فأنا الإقناع هي وسيلة، نحن هو حتى هو مهمة، يعني صار مهم جدا بحياتنا اليومية. نحن يوميا من الصبح لآخر النهار نحن بعمليات الإقناع، فأنت من وقت ما بتفيق مثلاً أنت عم تقنعي ابنك ليأكل مثلاً سندويشة، تقنعي المدير، بيقنع الأب بولاده، بيقنع أنتوا كإعلامية عم تقنعونا بمواتكم، فهذا كلياته مهارات إقناع، فمعناته قديش هي أساسية صارت. بدنا نعرف أهمية الإقناع. وطيب بمجتمعنا هلأ وبوقتنا هلأ العالم كتير عم يقتنعوا من بعض، ولا كيف يعني الإقناع بهالوقت عم بيكون مقنع ولا لا؟ هو والله هو حسب الشخص اللي هو عم يرسل، يا هو بيكون عنده هاي الميزة الإقناع، وفي أشخاص هي بنقول أحياناً ما بيكون إقناع، هو بيكون تسلط، أو يمكن بده يفرض عليكي موضوع معين. هو نحن بحياتنا بمجتمعنا هو موجود يومياً مثل ما حكينا بموضوع الإقناع اللي هو بيكمل إنه أنا بدي أثر، يعني أنت بدك تأثري علي بموضوع الإقناع. فإن إحنا مثلاً كإقناع شو بدنا نشتغل؟ بدك تشتغلي معناتها بمفردات، بدك تشتغلي بأسلوب، بدك تعطيني معناتها شيء أنا ماني شايفته أنت حتقنعيني فيه بطريقة هيك لبقة محترمة، بدك تعطيني إلى أبعاد، بدك تشوقيني إلى، فأنا مشان هيك بصل لموضوع الإقناع. نحن في عنا بأي مجال بحياتنا هو عم يكون من مهاراتنا اليومية، هي أنه أنا بدي يكون شخص مقنع، شخص واضح. يعني أنا الإقناع هو بدي يكون مع صفة أنه أنا شخص واضح، نعم. أنا شخص تلقائي، صحيح. أنا ما عم بكذب عليكي، أنا عم بعطيكي شغلة أنت حتستفيدي منها. فنحن دائما أي شخص بيقول لك حعطيكي شغلة تستفيدي منها حتكون بحياتك، فأنت أول شيء حتنتبهي أنه هي حتفيدني، فنحن بلشت معناتها سحبتك لموضوع الإقناع. فاتن يعني مع ضغوطات الحياة يمكن سمر دائما بيمرق علينا مواقف وبيمرق عليك مواقف، بيصير عندك لو رغم أنه أنت عندك أسلوب ومهارة للإقناع لكن ما عاد لك خلق لأنك تجيبي هذا الشخص وتقنعي، خلص اقتنع اقتنع، ما اقتنع يصطفل. ولكن أحيانا واجب الإنسان بيفرض عليه كونه مثلا بموقع معين من العمل أنه يقنع الشخص الآخر. لأي حد ضغوطات الحياة شوي بتأثر على عمليات الإقناع رغم المهارة الموجودة. تماما. هلأ نحن في عنا من أهم صفات الإقناع هو الهدوء والصبر. يعني أنا ما بدي أقنعك وأنا أساسا ضايجة أقنعك فيها للمادة المعينة، فنحن مثلا موضوع معين مادة معينة أنا أول شيء بدي أكون واثقة منها لأن أقدر أقنعك فيها، أنا حاببتها أساسا أقدر أقنعك فيها الفكرة. لو كان في ضغوط، إذا أنت في عندك هاي المواضيع مهارات الإقناع، التأثير، مهارات التواصل، هي كلها مهارات مشان شو؟ لاكتساب أشخاص، لاكتساب يمكن علاقات. فأنت ما بده يكون عندك قلة الصبر أو حتى أنتم مثلا تأثر عليك الظروف، لأنه هي مثل ما احنا بنقول المراهم الحياة، المفاتيح تبع الحياة اللي بتخليني أنجز بحياتي. لغة الجسد قديش إلى تأثير بإقناع الشخص الآخر؟ يعني مو كل الأشخاص بيقدروا يقتنعوا. في عالم مثلا ما بيحبوا حدا يوجه لهم ملاحظة، بدنا نحكي عن تأثير لغة الجسد والأشخاص اللي ما بيقدروا أو ما بيتحملوا حدا يوجه لهم ملاحظة، كيف فينا نقنعهم؟ أول شيء لغة الجسد بدي اقنعك انا، فانا ما بقعد هيك وقلبي خلقتي وعم بعطيكي بهجوم، تمام؟ لغه الجسد بدي اكون قاعده بنوع بالتواصل انا وياكي متناسبين مع بعضنا، حتى بالقعده خلينا نقول التواصل البصري اللي عم بصير بيني وبينك، انا بدي اقنعك، ما بدي احكي معك من فوق بالعالي، لا انا بدي اعمل انحناء بسيط براسي لاقنعك، انا عم بعطيكي لغه معينه، انا كمان بدي اعطيكي شيء معين، انا ما بشبكك ايدي، لا بدك تقتنعي غصب عنك، فهي ما بتزبط، فهي كثير ليش هي الحركه ما بتزبط هيك؟ لان انا عم بعطيك عم بفرض شيء عليكي، وانه انا
اعلى منك بكثير وبدي افرض عليكي. فهي لغه الجسد، هو كل ما كانت لغه الجسد ايجابيه كل ما كانت انت بتساعدي. يعني احنا من مهارات التواصل هي اهم شيء لغه الجسد، ما انا يكون انا عم بحكي انا وياكي عم تتوافق حركات جسدي حتى ايماءات وجهي عم تتوافق بالمعلومه اللي عم بعطيك اياها، فهم 100% حتوصل بقوه تمام، وبنفس الوقت انا مرتاحه وانت مرتاحه. صحيح، يمكن موضوع كثير مهم هو لغه الجسد بالتواصل، وخاصة أحيانا حركات الإيدين أو أي طريقة بالإيدين ممكن الإنسان اللي دارسها يعرف شو معناتها. العيون بتحكي، يا عين عليك، يعني قديش العيون هيك كمان ممكن أنا أطلع فيك تطليعة في شغلة معينة تفهميها علي. وأهم شيء هو التواصل البصري. تمام، خلينا نحكي التواصل البصري، ما أنا هلأ أنا عم بحكي وأنتم عم تطلع فيه، هذا التواصل بيعمل لي إشباع حتى استرسال بالحديث. صحيح. هذا بيعطيني أنه أنا مرتاحة في تلقائية بالحديث، أنتم ما عم تلتفتوا مثلا وأنا مثلا عم ببقى لحالي تمام. فهذا الاسترسال هذا التواصل بيعطيني إشباع أنه نحن مهتمين، نحن مركزين معك، عم نتابع معك بالطريقة السليمة. حتى نحن بأسلوب إذا حكينا كمان عن لغة الجسد، نحن الحركة تبع الإصبع هي تبع هذا الاتهام أنه لا ما بصير هذا الحكي أو بصير أو هيك، هذا بالبرمجة اللغوية العصبية ما كنا صغار أطفال أنه شو بنقول للولد دددي لحدا يعمل هاي الحركة، فهي أساسا هو تنبيه، فنحن أبدا ما بنشتغل على هذا الموضوع. أكيد، يعني دائما فاتن يمكن هيك أسلوب الإقناع هو يحتاج ويمتلك، لازم يمتلك عفوا الإنسان اللي بده يقنع مهارة معينة. لغة الجسد مهمة وأيضا لغة العيون مهمة، ولكن قديش مهم أيضا يكون في كوادر لا تقدر تدرب عالم ليقدروا يقنعوا عالم ليوصلوا لنتيجة معينة. يعني عملية الإقناع ما هي بس أنه حتى تجارية، مو تجارية، إحنا عم تماما إحنا ما عم نقنع مثلا حدا بأنه تشتري هذا الغرض معين، هو كمان مهارة، ولكن أحيانا أفكار بتغير مجتمع بالكامل عن طريق هيدا العملية. قديش لازم يكون في كوادر مؤهلة؟ أول شيء ما تكون أنت مشبع بالمادة فأنت قادرة أنه أنت تأثري. بعدين نحن بأي نحن بدي أثر أنا بأي أشخاص، دائما في شيء اسمه عندي دراسة الجمهور اللي أنا بدي أثر فيه أو أقنعه. فأنا هذا الجمهور اللي عندي مثلا هل هو مثقف، هل هو قادر أنه مثلا عنده وعي عالي، فأنا أول ما بدي بلش بعمليات الإقناع أنا بدي أشوف الجمهور، بدي أفهمه، بدي أحلله، وبعدين بدي أشوف أنا الهدف اللي أنا بدي أوصل لإله. نعم. وليش بدي يمكن أقنعه. نحن بدنا نقول أنه في عنا كوادر، هاي الكوادر نحن بأي مادة، أنت كإعلامية لازم تكون عندك هاي المهارة، يمكن التاجر لازم يكون عنده هاي المهارة، الأم بالبيت لازم تكون عندها هاي المهارة. صح. فنحن كلها ضروري صار ملزم أنه نحن يكون عنا هاي المهارة، لأنه الأفكار تغيرت، أسلوب التفكير تغير، حتى مع الأطفال أنت صار عندك، ما عدوا أطفال أنه هن فورا بيقتنعوا معك، فأنت بدك تكوني عندك كتير مفاتيح وكتير مهارات، حتى بأسلوب حكيك، حتى بنبرة صوتك، صار في عندك تلوين بصوتك لتقنعي من الأطفال للكبار. فمعناتها نحن ضروري هي أنا كادر نقول أنه نحن يمتلك هاي المهارات، لأنك أنت بدك تكملي حياتك، بدك تعملي علاقات، فانت ضروري انه تواكبي التطور وبنفس الوقت مهارات تكون مكتسبتيها من كل جد. يعني اكيد هلا بكل شيء نحن في عنا معوقات، شو هي المعوقات اللي بتاثر على طريقه الاقناع، وشو هي مراحل الاقناع الصح اللي ممكن الانسان يوجهها للشخص الاخر وياخذ نتائج ايجابيه؟ اكيد اول شيء بالمعوقات، اول شيء انه انا بدي احكي وانا ما مرت بافكاري، او انا بدي احكي وانا ما انا مقتنعه اساسا بالشيء اللي بدي اقنعك فيه، فهذا خطير. فانا هون صار عندي ضعف. يعني احنا اول شيء بالاقناع انه انا اول شيء لازم اكون واثقه من حالي بالشيء اللي عم بعطيه اللي عم بحكي، متشربته 100% مرتبه افكاري. احنا بنقول بالاقناع نبدا ابدأ والنهاية بذهنك. يعني أنا بدي بلش أنا وياكي، بدي أخذ وأعطي، وبدي أقوم على موضوع الحوار وليس الجدل. يعني أنا بدي أوصل لنتيجة، أنا بدي أوصل لهدف معين. فنحن المعوقات أحيانا بتكون أسلوب بالنبرة، يمكن اختيار الوقت بيكون غير مناسب أن اقتنع فيك بهذا الوقت، ضعف يمكن المحاور، ضعف كمان المحاور، أو مثلا يمكن طريقة مثلا أنا عم بحكي ظهر إيماء غلط يمكن بحكي بلغة الجسد تبعي، فهي ما وصلت الرسالة، فهون كمان في غلط بهذا الموضوع. كمان الرسالة اللي هي أهم نقطة لازم تكون واضحة، لازم تكون موجزة. أنا ما بدي فوتوا بالتفاصيل بعدين تقولي لي إنه شو بدك من الآخر، شو بدك تعطيني يعني. وفرض السيطرة والاستمرارية
الاستبداد قديش كمان بشع مستحيل الانسان الثاني يقتنع. تماما، يعني هي فكره الاستبداد والسيطره. انا يمكن سيطرت عليك بموضوع معين، بس مجرد ما راح الاستبداد فمعناته هذا الاقناع هو مؤقت، حيزول مطرح مجامله بيقول له انا اقتنعت، وهو بيكون يا سالم مقتنع بكل فكره 100%. هي اكثر شيء بلغه الجسد السلبيه بصير انا هزلك براسي وانا مو معك ابدا. انا حناقشك. تمام. فاتن ايضا كلمه انت اقتنعتي بالشيء، هي الكلمه كثير ايضا مهمه. فصلتي فكرة معينة، وصلت لك أنا فكرة معينة، لا تنفذيها، بدك تسألي اقتنعتي ولا أنت نفذتيها مجرد لأنه أنت بدك ترضيني. لأي حد أيضا مهم أنه خلص الشخص الثاني يقتنع. المهارة موجودة ولكن مو ضروري يعملها مسايرة. أنا ما بدي سايرك، أنا بدي أكون مقتنعة، سواء بلبسي سواء بطريقة كلامي. أنت اقتنعتي، أنت عم توجهيني لشيء معين، أكيد الشيء المعين اللي عم توجهيني له حيكون شيء إيجابي. فكلمة أنت اقتنعتي قديش مهمة، ويكون الرد أيضا إيجابي. تمام. هي نحن نكتبها هي خصوصا من لقيه بين الشاب والشاب والصبيه حابين اقتنعتي بهالشيء. هلا نحن هي بتقول له ايه، هي بتقول له ايه، بتهز له براسها نعومه. هي بتكون ابدا ما لم اقتنع، بس عم يمكن عم بتساعد. فنحن فكره انه بس انت تحطي الزاميه هي الكلمه انه انت اقتنعتي، ليك الاقتناع ما بده هي الالزاميه. يعني انا اقتنعت فورا، انا بغير باسلوبي وبتفكيري فورا، بعمل الاحداث فورا التغيير مباشره. يعني فكره عم بعطيك اياها فهو تلقائيا انا حغير، حتلاقيني انا تغيرت. اما ما تقول لك اقتنعتي معناتها انا، معناتها انا الاساس، انا فرضت عليكي شغله واقتنعتي لما ما اقتنعتي. هون ما تكون بعدم الايجاب انه لا انا ما اقتنعت بس انا مشانك او مشانك انا حاعمل هيك، حتخف كل هالمواضيع. وبعد فتره يمكن الحب يخف فهي حتروح القناعات. نحن ما تنقول قناعة معناتها أنا بدي أغير فكر، بدي أغير يمكن اعتقادات معينة، بدي أغير يمكن طريقة لبس، بدي أغير طريقة ضحكة. يمكن في كتير صبايا بتغير طريقة ضحكة مشان أنه لا هو هيك بحب أو ما بحب. فنحن معناتها بدك تغيري أسلوب. يعني أنت شغلة معودة عليها أنت طبعا متغيري، فهو مو هو كبسة زر، فهي بدها تاخذ وتعطي اكثر من مره. اما كلمه اقتنعتي ما نقولها ابدا، اقتنعتي ابدا ما نقولها. طيب هلا اذا بدنا ناخذ نصائح اخيره لكل حد عم يتابعنا، شو النصائح الاخيره للاقناع الصح وبالوقت الصح يكون؟ نحن اول شيء بالاقناع، اول شيء ما بدك تقنع حدا تكون انت اول شيء مرتاح بالفكره اللي انت عم بدك تقنع فيها. اثنين، في عندي ترتيب لافكارك، رتب افكارك مزبوط. يعني انت ما تبلش اذا مثلا الشخص الثاني اعطاك مثلا رده فعل غلط، لان احنا الاقناع هو فعل ورد فعل. فانت اذا اخذت رد فعل لا تستسلم، اذا انت مقتنع بالشيء اللي بدك اياه. اشتغل دائما على موضوع التشويق بالحديث، يعني انه يعني شوق الشخص المواجهك بالحديث، يشعر بالملل تماما. حتى بموضوع انه الاستفهام، او بعطي انا قصص حقيقيه صارت، يعني انه مثلا هيك صار هيك حتكسب او الى اخره. حتى اذا بنحب كمان نعطي ارقام، لك والله اذا عملت هيك هل قد بتكسب. نحن بنحب الارقام ودوي الارقام للاطفال، مكافآت. فانت كل واحد حسب الشيء اللي هو بحبه، من سواء العمر الفئات. فانت بهذا السياق بتقدر تقنعي اكبر حدا ولا همك.